hey martin you know real quick i want to thank everybody and say that i think i want to nominate this award to uh, my reformed orthodox rabbi bill clinton thank you everybody all right اللقطة هاي مأخوذة من حفل توزيع جوائز الألعاب للعام الحالي 2022 يمكن هاي أكثر لقطة هستيرية في تاريخ حفلات تكريم الألعاب اللقطة صارت مشهورة بالسوشيال ميديا بلقطة بيل كلينتون بوي أو بيل كلينتون كيد الخلاصة اليوم راح نناقش سوا ملخص هذا الحفل من منظور الشخصي أنا ناهض كلاب في برنامج ايزي توك شو راح ارتب اليوم الجوائز بناء على الاستديوهات او المطورين فحنبدا اول شيء في استديو نينتندو استديو نينتندو اخذ الالعاب الجوائز التاليه اخذ جائزه افضل لعبه جماعيه بعنوان سبلاتون 3 راحت لسبلاتون 3 وافضل لعبه عائليه اللي هي كيربي ذا فوركتن لاند صراحه لعبه بطل كتير انا جربت الديمو تبعها وكنت عارف انها لعبه آه رائعة جدا ممكن تاخذ جوائز جربنا الدي متابعها في فيديو سابق ممكن تشوفوه على القناه واخذت ايضا جائزة آه افضل لعبة اكشن راحت للعبة بايونيتا 3 افضل لعبة استراتيجية ماريو اند رابت سباركس اوف ذا هوب لاحظين عندنا 1 2 3 4 اه في عندنا كمان افضل لعبة مرتقبة للعام القادم 2023 اللي هي لعبة ليجند اوف زيلدا تيرز of the Kingdom الإصدار القادم لسلسلة زيلدا هو أفضل لعبة مرتقبة للعام القادم هم أعلنوا عن, عن تاريخ الإنزال أو الإصدار نص شهر خمسة للعام الجاي 2023 في برضو في لعبة قتالية راحت لمالتي فيرس لمالتي فيرسس مالتي فيرس أيضا لو لاحظتوا هي لعبة استنساخ ناجح للالعاب سلسله الالعاب القتاليه اللي هي سوبر سماش او كانت على نمط العاب سوبر سماش بروز من وجهه نظري هي استنساخ ناجح للعبه هاي لا اكثر شاهد في الموضوع ايش هذا بدل بدل على الاشياء التاليه اول شيء انه نينتندو او استوديو نينتندو ما زال حسب وجهه نظري الخاصه هو بيت الاسره الامن وبيت الالعاب العائليه والجماعيه ابتداءً من تاريخ اللعبة الشركة من كمبيوتر العائلة من 1983 وحتى تاريخنا هذا، من وجهة نظري الخاصة هي نينتندو هي الملاذ الآمن للأسرة هي بيت الألعاب الجماعية وبيت ألعاب العائلية. لا ننسى فضل نينتندو في حفظ أسطورة أو سوق ألعاب الفيديو. من خلال كمبيوترهم كمبيوتر العائلة اللي كان أصلا إذا بتتذكروا كان بيجي دائما ب تو هاندز أو يدين تحكم اتاشت مع الجهاز فهذا دليل يعني أو إشارة إلى أنه الألعاب تبعتنا هي ألعاب عائلية وألعاب جماعية تمام وما زالت محتفظة نينتندو بروح ألعاب الفيديو من وجهة نظر الخاصة تمام بغض النظر عن الفرق الشاسع بين الاداء الجهازين لو قارنا مثلا بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس اكس سيريز واس سيريز حاليا مع النينتندو سويتش بغض النظر ما زالوا محافظين على روح العاب الفيديو هذا من وجهه نظري الشيء الثاني ايضا على ايش بدل اللعبه المرتقبه اللي هي ذا ليجند اوف زيلدا تيرز اوف ذا كينجدم وتاريخ الاصدار تاريخ الاصدار كان بنص شهر خمسة تقريبا 15 او 16 5 مش فاكر بالضبط هذا معناته على احتمال كبير ممكن نشوف في التاريخ هذا جهاز نينتندو سويتش مطور او زي ما الناس بتقول برو او ممكن يشغل العاب 4K اللي هو الجيل السابق تبع البلايستيشن 4 ممكن جدا ليش لانه النينتندو سويتش لو تتذكروا نزل مع اللعبه الترويجيه تبعته اللي نزل معها كانت ليجند اوف زيلدا بريث اوف ذا وايلد فالناس صارت تتوقع انه ما دام انه في جزء ثاني لازيل ده ممكن يصير ايش؟ مع اصدار جديد وخصوصا الان في منافسه شديده في السوق ابتداتها شركه ستيم بجهازها ستيم ديك الجهاز المحمول هذا جهاز طبعا ذو قدرات خارقه جدا ولكن ايش المشكله؟ المشكله كانت في جهاز ستيم ديك انه صحيح كان بيشغل العاب تريبل اي والعاب ذات جوده عاليه بجوده 4K ولكن كان الوقت الزمني او عمر البطاريه في الطور المحمول كان قصير جدا قصير جدا يعني ساعات محدوده ساعه او ساعتين بحد اقصى اذا بتشغل العاب ثقيله او دسمه يعني وهذا طبعا ليميتيشن او محدوديه بالاضافه الى المشكله تذكروا اللي صارت معنا في بداية السنة هاي اللي هي مشكلة العبارة اللي اللي قفلت قناة السويس وعملت بعد هيك أزمة بشكل غير مقصود ما يعرف ما صار يعرف بأزمة التشبات حول العالم فصارت الرقاقات الإلكترونية فيها أزمة كتير وهذا الشيء أخر أو قلل مبيعات البلاي ستيشن 5 والإكس سيريز أشياء كتير تأخرت وتضررت زي السيارات مثلا السيارات الذكيه اللي تشبت هذه عملت ازمه كبيره زي ما قلنا لكم بالاضافه للتحدي اللي بتواجهه نينتندو الان انها تطلع لك جهاز محمول بجوده عاليه من وجهه نظري الخاصه ممكن نشوف الجهاز اللي حابب يشتري جه جهاز نينتندو سويتش او اي جهاز محمول الان في السوق سواء كان ستيم ديك او ايون او ما شابه يستنى من وجهه نظري الخاصه يستنى لحد تاريخ اللي أعلنته نينتندو اللي هو نص شهر خمسة السنة الجاية على أمل إنه ممكن نشوف نينتندو سويتش جديد. تمام خلصنا الآن من نينتندو نيجي الآن نمسك البلاي ستيشن. عاد عشاق البلاي ستيشن بدكم تطولوا بالكم عليه شوي، احنا حنتكلم الآن بشكل موضوعي، حنناقش الـ الجوائز اللي أخذتها بلاي ستيشن بشكل موضوعي بحت بدون أي تعصب. بلاي ستيشن اخذت جوائز او كبشة جوائز على لعبة God of War Ragnarok لدرجة انه كنا متوقعين اثناء الحفل انه هي تاخذ جائزة افضل لعبة وتضلها ماشية تاخذ كل الجوائز تقشهم وتضلها ماشية اخذت God of War Ragnarok اخذت عدة جوائز <applause> زي جائزة افضل سرد قصصي او narrative يعني بالانجليزي افضل ساوند تراك افضل اداء للممثل كريستوفر جادج والجائزة هاي بالمناسبة أجا يكرمه أو يعلن عنها شخصيا الممثل المشهور الباتشينو تمام وهذا إله مدلول راح نتكلم عنه تمام أيضا أخذت لعبة أفضل أكشن أو حبكة أكشن أفضل صوتيات وإبداع للوصول أو مش عارف إيش بيسموها بالإنجليزي أو بالعربي اعتقد انها ابداع الوصول بالانجليزي اللي هي الاموتيف ايموشنز اند المهم في جائزه زي هيك خلاصه القول انه جاد اوف وور اخذت كل الجوائز هاي بالاضافه للعبه لافضل لعبه رياضيه افضل لعبه رياضيه اللي هي جي تي 7 جراند توريزمو طيب بالنسبه لجاد اوف وور راجناروك كبشة الجوائز اللي اخذتها هاي لو لاحظتوا كلها عبارة عن تكريم ليس للعبة تكريم للاستوديو المملوك من شركة سوني، طبعا أنتم عارفين إنه بلاي ستيشن مملوكة من شركة سوني. وسوني معروفة بالسوق بإسم العملاق أو الشركة العملاقة. شركة سوني بتضم تحت جناحها مجموعة الشركات هائلة جدا. طبعا خلينا نتكلم شوي عن تاريخ سوني. سوني زي ما قلنا شركة عملاقة عندها العديد من ايش بيسموها؟ حقوق حقوق الاختراع أو براءات الاختراع. زي على سبيل المثال براءة اختراع طباخة الرز، ماكينة اختراع الووكمان طبعا سوني لها برضه براءة اختراع كاميرات الجوال، كل كاميرات الجوال في العالم بتدفع حقوق لسوني او غالبا الكاميرا اللي جوا الجوال تبعها بتكون سوني من انتاج سوني. سوني ايضا لديها براءة اختراع السي دي روم السي دي عفوا او الاقراص السي دي او اللي هي الاقراص الليزر المدمجه وايضا اقراص الدي في دي وهذا السبب اللي خلى نيتندو تتعاقد مع باناسونيك لما عملت جهاز الجيم كيوب عشان تهرب من براءه الاختراع وما تدفع ارباح لشركه سوني بالمناسبه يعني خلاصه القول انه شركه سوني عملاقه جدا عندها براءات اختراع كبيره بس دائما كانت تدخل السوق الجديد على استحياء مثلا على سبيل المثال لما دخلت سوق الجوالات اول شيء تعقدت او او استحوذت على شركه اريكسون فكانت جوالاتها اول شيء تطلع باسم سوني اريكسون بعد فتره صارت تطلع باسم جوالات سوني نفس الشيء بالنسبه لعالم السينما سوني استحوذت على استوديو كولومبيا بيكشر المشهور تبع الافلام وكانت الافلام تطلع بإنت... باسم انتاج كولومبيا بيكشر سلاش سوني وبعد فتره صارت بإنتاج استوديو سوني. استوديو سوني هذا اللي هو اسمه سوني اكتيف انترتينمنت موجود في سانتا مونيكا في امريكا، هو اللي عمل اللعبه هذه او اشرف على انتاج لعبه جاد اوف وور لهذا السبب اخذت جوائز زي ما انتم شايفين تكريم لهذا الاستوديو مش اكثر. ومن وجهه نظري الخاصه حقيقه لعبه جاد اوف هي عباره عن فيلم تفاعلي. انتر اكتف موفي ليست لعبه، هي اشبه بالفيلم التفاعلي اكثر من انها لعبه. تمام؟ بدليل انه اللي اكد وجهه نظري هذه انه جايبين الباتشينو، طيب جايبين الباتشينو يكرم جائزه افضل اداء او افضل تمثيل لكريستوفر جادج، فهذا بيعزز وجهه نظري انه جاد اوف وور لمت جوائز استديوهات يعني صارت اشبه بما يعني حفل توزيع جوائز أوسكار أكثر من أنه توزيع جوائز الالعاب. طبعا إحنا ما بننكر أنه شركة بلاي ستيشن شركة عملاقة من بدايتها من بلاي ستيشن 1 بدليل أنه أفضل لعبة رياضية هي جي تي 7 جراند توريزمو الجزء السابع أنا أذكر أنه بلاي ستيشن 1 نزل البلاي ستيشن 1 اللي نزل في منطقه الشرق الاوسط كان ينزل معه لعبه جي تي 1 كترويج او يعني اللعبه المتضمنه مع الجهاز كانت جي تي 1، انا اجتني نسخه بلاي ستيشن 1 معها سي دي جي تي 1 او جي تي الاصدار الاول يعني، فلعبه رائعه جدا وعريقه واستوديو استوديوهات او شركه بلايستيشن كمطور مستقل او طرف ثالث شركه عملاقه ورائده صراحه، لا ننكر ذلك، ولكن للاسف اللي شفناه في في الحفله هذه حفل توزيع جوائز اوسكار وليس توزيع جوائز العاب. طيب خلصنا الان من بلاي ستيشن نيجي الان للاكس بوكس. اكس بوكس ستوديوز او مايكروسوفت اكس بوكس ستوديوز صراحه ماني عارف ايش كانت تعمل بالضبط. كانت اشبه بطير الشام بالنسبه لي في الحفله هاي. اعطوها جائزه للعبه از Dusk فولز ك الجائزة كان اسمها Games for Impact يعني ألعاب لها تأثير مش عارف يعني مش عارف إيش المسمى بس من وجهة نظري اللعبة هاي أعطوها لإكس بوكس كجائزة ترضية بتعرفوا جوائز الترضية بالنسبة لي كانت هذه أشبه بجوائز الترضية لإكس بوكس إكس بوكس صراحة حضورها كان ضعيف جدا في حفل تكريم جوائز 2022 إن شاء الله نتمنى يعني إنها في 2023 -20 تبدع ونشوف إلها اصدارات ثانيه، في ناس كانت تتوقع انه ستري لعبه ستري انها لاستوديوهات إكس يعني اكس بوكس بحكم انها نزلت على البي سي ابتداء ولكن لا هي ستري اصلا هي لعبه مستقله اخذت جائزتين للمعلوميه واللي ما بيعرف ايش هي لعبه ستري، لعبه ستري هي عباره عن محاكاه للقطط لعبة محاكاة للقطط أخذت جائزتين جائزة أفضل لعبة مستقلة وجائزة الظهور لأول مرة للاستوديو تبعها اللي هو استوديو ايش اسمه يولوتوف استوديو المهم إشي زي هيك يعني اخذت جائزتين كجائزة هي لعبه مستقله اندبندنت او اندي اختصارا شات في الموضوع اكس بوكس صراحه لازم تشد حيلك ظهورها كان ضعيف جدا او لا يذكر في الحفله برضو جدير بالاهتمام انه صراحه مشكورين القائمين على الحفل لهذه السنة ركزوا شوية أو سلطوا الضوء على الإي سبورتس اللي هي الرياضات الإلكترونية وأعطوهم ثلاث جوائز في هذه النسخة نسخة 2022 أعطوهم جائزة أفضل حدث أو تنسيق حدث راحت ل, ل... حدث أو إيفنت ليج أوف ليجندز وورد شامبيونشيب وأعطوهم جائزة لأفضل مدرب راحت للمدرب ماثيوس راسكوني ولا أفضل فريق اللي هو لاود من وجهة نظري هذه جوائز تشجيعية لحتى تلفت الضوء أو تسلط الضوء على الإي 3 أو عفوا على الإي سبورتس على الإي وتلفت نظر المطورين إنهم يهتموا فيهم أو السبونسرز أي حركة أو لفتة جميلة جدا صراحة من القائمين على الحفلة برضو برضو اللي استغربت منه إنه كان في السنة هاي جائزة مه... مبتكرة أو أو حديثة اللي هي جائزة أفضل لعبة جوال أو موبايلز راحت لمارفل سناب لعبة مارفل سناب طبعا هذا بدل على شيء بدل على إنه ألعاب الجوال بتفرض نفسها بتفرض نفسها بقوة وما زال في كبر أو استعلاء من المطورين الألعاب بالاعتراف بهذه الحقيقة إنه ألعاب الجوال قاعدة تفرض نفسها وقاعدة تأخذ حصة كبيرة في السوق فلعبة مارفل سناب انا شيكت عليها على متجر جوجل بلاي اللعبة هي مناسبة للمراهقين تقييمها 4.6 من 5 وعدد مرات التحميل اكثر من 5 مليون فممكن تكون لعبة هاي رائعة جدا ممكن اراجعها انا على جنب واشوف اذا كانت لعبة فعلا تستحق ممكن ننزلها ونعمل لها حلقة خاصة في برنامج العاب الجوال البطلة باذن الله أخيراً معنا اللعبة الحائزة على لقب أفضل لعبة لعام 2022 ألا وهي لعبة Elden رينج ألدن رينج لعبة Elden Ring أخذت عدة جوائز صراحة ليست فقط جائزة أفضل لعبة لعام 2022 أخذت جائزة أفضل استوديو وجائزة أفضل لعبة آر بي جي من فئة الآر بي جي أفضل إخراج فني اللي هو أرت دايركشن لعبة صراحة رائعة جداً حصول هذه اللعبة على هذه الألقاب وخصوصا لقب أفضل لعبة لعام 2022 إن يدل على شيء واحد: إنه الجيمرز أو اللاعبين ذوقهم خاص وصوتهم مسموع ويؤثر أيضاً في صناعة هذه في هذه الصناعة صناعة ألعاب الفيديو. أشكركم يعني كل الشكر المصوتين لهذه اللعبة واللي فوزوها أو اللي خلوها تحصل على الجائزة هاي يد... ف... فهذا يدل زي ما قلنا على الذوق الرفيع او الحس الرفيع لدى الجيمرز. جيمرز او مجتمع الجيمرز اصبح مجتمع واعي لديه حس جيمراوي خلينا نقول او حس فني يعرف السمين من الغث او الغث من السمين زي ما بيحكوا ايضا فوز اللعبه هاي يدل على شيء انه انا صراحه طبعا من مشجعين او الفانز تبعين النينتندو كون اللعبه هاي 4K فمعناته صعب جدا انه نشوفها على النينتندو سويتش فنطلب من نينتندو سويتش انها يعني متكرمه انها تحسن شويه ادائها او تنزل لنا جهاز يتلائم على الاقل مع جيل الالعاب السابق ويدعم تقنيه 4K لحتى نلع نقدر نلعب شخصيا انا اقدر العب الدن رينج والا حضطر اشتري جهاز بلاي 5 يعني بس زي ما قلنا نستنى شوي لشهر خمسة على امل انه ينزل جهاز نينتندو جديد لانه المؤشرات بتقول انه في احتماليه كبيره جدا انه ينزل بشهر خمسة لعام 2023 فهي حتكون نينتندو هاي حتكون اخر فرصه لك ولا حضطر اشتري جهاز بلاي ستيشن 5 واريح او بلايستيشن 4 واجرب اللعبه هاي او ممكن نجربها على على ستيم لان هي ايضا موجوده على على منصه ستيم هيك من وجهه نظري ناقشنا ابرز او اهم القضايا او الجوائز اللي اللي انطرحت في في حفله ال2022 لتوزيع الجوائز ما ضل عندنا شيء نحكي بس بحب اذكر الجداد اذا كانت هذه اول مره لكم معنا تشتركوا معنا في بالقناه واذا عجبك الفيديو شير اللايك المعتاد حطيت انا رابط الحفلة حفلة السنة حطيتها في الديسكريبشن ايضا ححط لستة الالعاب الفائزة اللي طرحناها بالفيديو ححطها ايضا في الهامش تحت في الديسكريبشن بوكس ويعطيكم الف عافية